صباحكم مجددا مشاهدينا، ومثل ما تعودنا بنحب نذكركم انه رح نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الارقام التاليه على الشاشه. اليوم في جوانب عده رح نطرحها فيما يخص الفيروس، واولها هو انه الشباب عليهم المسؤوليه بحمايه اهلهم المسنين من العدوى. دكتور حسام التتري، حكينا شوي عن مسؤوليه الشباب اليوم بانتشار العدوى. يسعد صباحك، مسؤوليه كثير كثير كبيره. للاسف كثير ناس بقول لك انه معظم الحالات الشديدة والوفيات عند الكبار فما تخافوا، فأنا بستخدم مصطلح مختلف بقول لأنها الوفيات عند الكبار والحالات الصعبة عند الكبار دورنا صار أكبر وأكبر. كبارنا قاعدين في بيوتهم، كبارنا ما بيطلعوا، فإحنا اللي في النهاية بنجيب لهم المرض وإحنا المسؤولين عن حمايتهم. فالدور أصبح مضاعف إنه كل واحد يلزم بيته ويكثر من غسيل الايدين، وحنتكلم ان شاء الله بالتفصيل اكثر عن الموضوع. دكتور، ليش حاسين انه المجتمع اليوم حاسس انه هي جائحه مختلفه عن كيف، بشو بيختلف جائحه كوفيد 19 او انتشار فيروس كورونا اليوم مقارنه بانتشار الانفلونزا الاسبانيه عام 1918؟ سؤال كثير حلو وكثير مهم، لانه لازم نحط الشيء في اطاره الصحيح عشان نتفهم ليش الاجراءات هاي كلها عم بتصير معنا الان. في 1918 جائحة الإنفلونزا الإسبانية ضربت تقريبا خمس البشرية وقتلت ما يكثر 500 مليون. نعم، في ذلك الوقت هذا خمس البشرية، وقتلت 55 مليون بني آدم. البشرية ما حابة تشوف هذا الإشي بتكرر، فلما إجت سارس في 2002 خفنا أن الموضوع يتكرر، ولكن كان ضئيل. ومن بعده ميرس. نعم، فلما نطلع على الأرقام، السارز مع كل الهيبة اللي كانت حواليه كانوا كلهم 8500 حالة، توفى منهم حوالي 850 حالة. الميرس كورونا خفنا يرجع يتكرر الموضوع، ورغم كل الخوف والقلق اللي كان موجود حواليها كلهم 2500 حالة، توفى منهم 850. هلأ إحنا عم نتكلم، امبارح كنت بحضر أرقام، اليوم الصبح الأرقام طلعت، في طريق إلى الاستوديو اختلفت الارقام. ويمكن هلا واحنا بنحكي الارقام حتى دقائق عم نحن ما عم نلحق على الارقام يعني، للاسف الشديد. في معنا دكتور اتصال، خلينا ناخذ الاتصال التالي. لمياء عبد الرحمن من الرياض، مرحبا لمياء. الو، مرحبا لمياء، سمعتينا؟ طيب، رح نرجع ناخذ الاتصال مع لمياء بعد شوي. ولكن دكتور، في استراليا بعض المتاجر في البلاد تم فتحها فقط للكبار في السن لحتى يقللوا من اختلاطاتهم مع الشباب اللي نسبه منهم حاملين للفيروس. خلينا بس نشوف هذا الكليب ونرجع بنعلق عليه. كمان موضوع إصابة الأشخاص في سن الشيخوخة كثير في معلومات يمكن متناقضة، وحتى مشاهدينا كمان أنتم عم تفكروا فيها، لذلك عم ينطرح الموضوع بطريقة يمكن غير صحيحة. وضح لنا شوي أنه اليوم لازم نحن نحمي الكبار في السن وليس بالعكس، وشو هي بعض الممارسات يعني اللي مفروض على الشباب اليوم في البيت أنه ينتبهوا عليها إذا كان عندهم والدين مسنين؟ أنا بدي أبدأ تعليقي من الفيديو كليب، لأنه هذا اللي صار في بعض البلدان الغربية إحنا بنعرف ما حيصير عنا. إحنا في بلداننا بنخدم أهالينا، ما حنخلي أهالينا يطلعوا، فبالتالي أهالينا عادة في هذا السن، سن تقاعد، سن استراحة، بيكونوا عادة في البيت بينتظروا الأحفاد والأولاد يجوا يسلموا عليهم. فبطبعنا في العالم العربي بنسلم كتير، بنبوس الإيدين كتير، بنبوس الرأس كتير، وبنحضن كتير، وهذا شيء ثمين وغني جدا، ولكن في هذا الوقت بدنا نبتعد عنه وبدنا نبتعد عنه باعتذار. حتى الزيارات يمكن ممنوعة في هاي الفترة للمسنين. صحيح، احنا بننصح الآن انه نغلق الدائرة، فمثلا اللي ساكن مع أهله أوكي يشوف أهله، بس برضه يبتعد عن التقبيل والحضن ويحافظ على مسافة مترين منهم إلى أن تنتهي هاي الموجة على خير. هل عم نشهد كمان فصل اجتماعي أو ما يسمى مصطلح السوشيال ديستانسينج أو التباعد الاجتماعي؟ يعني إذا بدنا نفصل بين فئات المجتمع من حيث الفئات العمرية، كمان الموضوع شوي كأنه عم يكبر أكثر مما هو ولا لا؟ أوكي، فإحنا هذا بيرجعنا للأرقام الأولانية اللي كنا بنحكي فيها. هذا الفيروس بيختلف عن كل الفيروسات اللي عرفناها في سرعة انتشاره. فإحنا قاعدين نتكلم، أول امبارح كان العدد 172،
امبارح صار 180، الان اصبح 200,000. اكيد. فبالتالي السوشيال ديستانسينج هو سلاحنا الرئيسي في ايقاف انتشار هذا المرض. التباعد الاجتماعي. خلينا ناخذ اتصال من منى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك منى. صباح الخير ديانا. صباح النور. شكرا كثير اول شيء للدكتور حسام على اجابته لاستفساراتنا. اكيد. سؤالي لك على مشاركتك. الفواكه الموجوده بالاسواق تكون مكشوفه وممكن اي حدا يلمسها يكون مصاب بالفيروس. قديش مده حياه الكورونا على الخضروات وشو الطريقه المناسبه لنعقم الخضار والفواكه قبل ادخالها للثلاجه؟ دكتور، الفواكه اللي بنشوفها مروح طبعا لسه ما وقفنا حركه الشراء والبيع، ولكن الفواكه المكشوفه، سؤال منى، يعني كيف ممكن انه نحمي حالنا انه هي الفواكه ممكن شخص حاطط ايده عليها بيرجع شخص ثاني كمان بيحاول ياخذها، او شو هي الاجراءات؟ صحيح. احد التحديات الكبيره مع هذا الفيروس هو قدرته على الحياه على الاسطح. وهذه طلعت في دراسه من ساعه، يعني دراسات عم تطلع كل ساعه مشاهدينا للاسف. حنعطيكم ملخصها ان شاء الله. من ساعه انه بيعيش على الاسطح لفترة أيام، حتى أسطح محددة اللي هي الستانلس ستيل اللي بنلاقيه عادة في أيدي الأبواب. في أزرار الأسانسيلات. وبيعيش أيضا على البلاستيك اللي بنلاقيه على الموبايلات. الموبايل، ننتبه على الموبايلات، لازم الكل يغسل موبايله. أما على الأسطح الورقية مثلا الأكياس الورقية، الكراتين، الفواكه، فحوالي 5 ساعات، وخمس ساعات فترة كافية. فبالتالي نصيحتي للناس، حاولوا أنكم تستخدموا الأكياس اللي القماشية اللي بتغسلوها عندكم في البيت وبتعيدوا استخدامها، وأول ما تجيبوا الخضار والفواكه تنغسل مباشرة. معنا اتصال آخر من أمينة. مرحبا بك يا أمينة. أمينة، عم تسمعينا؟ السلام عليكم. هلا فيكي، تفضلي أمينة. أيوة. شو سؤالك لليوم للدكتور حسام؟ عندي سؤال للدكتور، بس كيف نفرق بين أعراض الكورونا وأعراض الإنفلونزا العادية؟ يعني يقولون الأعراض كلها متشابهة تقريبا، بس إيش الفارق؟ أعراض، على حسب ما سمعت أنا، أعراض الكورونا وأعراض الإنفلونزا العادية كيف بيختلفوا عن بعض؟ حقيقة بتابع الأبحاث العلمية اللي بتطلع بيشوف أنه صفات المرض عم تتغير مع مرور الوقت. ففي البداية حكوا أنه بيشبه الإنفلونزا تماما، بس الريبورتات الأخيرة بتقول أنه في فرق. الفرق أنه بيبدأ الكحة وضيقة النفس بدون حرارة في البداية في معظم الحالات، وتأتي الحرارة لاحقا. ولكن في الوقت الحالي بما أنه إحنا حريصين كتير، نحكي أي إنسان عنده أعراض تنفسية سواء عطس، كحة، حرارة، يعزل نفسه. إذا كان متصل بحالة معروف إن عندها كوفيد أو جاي من خارج الدولة اللي هو ساكن فيها خلال آخر 14 يوم، يعرض حاله على الهيئات الصحية مباشرة عشان ينفحص للكوفيد. أكيد أكيد. وطبعاً ننتقل لموضوع آخر، محور آخر، بما أنه السعودية والإمارات لم يعلنوا بعد الحجر الصحي الكامل، لسه في مجال نحكي عن ما هي المراحل الابتعاد الاجتماعي عن الآخرين أو السوشيال ديستنسينج، وهو مصطلح جديد جداً، وأهمية ذلك، يعني كيف لازم وضروري طبعاً أنك تحد شوي من حركتك، يعني معلش هاي الفترة أسابيع قليلة بس لحتى نحد من انتشاره ونعطي وقت للعلماء لحتى يجدوا لقاح له وما نكون عبء كتير زيادة على المستشفيات والكوادر الطبية أيضا. أهمية الالتزام بمراحل العزل، طبعا بالنسبة لمرحلة العزل في 3 مراحل، المرحلة الأولى، المرحلة الكبرى هي العزل، وهذه عادة بتكون داخل المستشفيات للشخص اللي ثبت وجود الفيروس عنده وعنده أعراض. فهذه عادة بينعزل في المستشفى. كم هي المدة الزمنية ولا لحتى ينشفى؟ حتى الشفاء وحتى ثبوت فحصين يكون ما فيهم الفيروس يكون بينهم 48 ساعة على الأقل. الأول. من بعد الفحص الأول. أما المرحلة الثانية هي طبعا مرحلة العزل بالبيت. نعم. هاي المرحلة شو بتخص؟ احنا بنستخدم لها مصطلح الحجر المنزلي. الحجر المنزلي هذا لشخص مشتبه فيه أو ثبت عنده الفيروس ولكن ما عنده أي أعراض إطلاقا. وبعض الدول اختارت أنه تحط هدول الناس في أوتيلات. يعني مرحلة بين البيت وبين المستشفى، لأنه في الأوتيلات حيكون في رقابة أكثر، بينضمن أنه فعلا يسوي الأشياء المطلوبة منه أكثر. هاي اللي نحن لسه ما وصلنا لها. خلينا ناخذ اتصال وبنحكي بعدين عن المرحلة الأخرى الأخيرة اللي هي الابتعاد الاجتماعي. مرحبا وسهلا. أهلا وسهلا فيك حمد. حمد، عم تسمعني؟ أسمعك. تفضل حمد، شو سؤالك لليوم؟ السلام عليكم ديانا، كيف حالك؟ هلا فيك.
الله يسلمك. سؤالي هو بخصوص الفيروس كورونا، ما مفهوم فيروس كورونا يعني؟ يعني نحن نعرف فيروس كورونا مرض خطير، اوكي، بس شو هو الفيروس كورونا ومدى خطورة فيروس كورونا للبشرية كلها؟ والسؤال الثاني انه كيف توعية الاطفال؟ لان الاطفال عندنا هنا نحن ملينا من قاعدة البيت، ملينا نبي نطلع، اوكي احنا ما نقدر نطلع، نحن فهم احنا ما نقدر نطلع ان في فيروس كورونا. اوكي، شو فيروس كورونا؟ شو راح يسوي فيروس كورونا فينا؟ طيب خلينا نروح بيت اهلنا، خلينا نروح بيت جيراننا، خلينا نروح بيت اقاربنا على الاقل، يعني بدل ما نروح المولات ونروح السينما ونروح البحر ونطلع مكان. فنريد نعرف مدى خطورة الفيروس كورونا للبشرية كلها. السؤال حمد الأساسي هو شو خطورة الفيروس، شو هو هذا الفيروس؟ يعني هو فيروس جديد مثل ما شفنا تعرفوا عليه العلماء بالصين بيناير، شو تأثيره على البشرية اليوم؟ عم نشوف صحيح الأرقام في إصابات، في كمان ناس شفيوا منه اللي وصل عددهم أكثر من 80,000. فيك تجاوبنا على السؤال؟ نعم، الآن بإمكاننا ننظر لهذا الفيروس من منظورين مختلفين. لما ننظر إلى نسبة الناس اللي بتوفوا بهذا الفيروس فهي أقل من أمراض كثيرة إحنا بنعرفها، أقل من الإيبولا وأقل من السارز وما إلى ذلك. ولكن لما ننظر إلى سرعة انتشاره هنا يأتي القلق، لأنه هذا الفيروس بدون أي مبالغة إن لم تأخذ إجراءات صارمة من العالم كله مش بس من دولنا قد نصل إلى 1 بليون شخص بنهاية شهر 5، يعني 7 البشرية أو 8 البشرية. طيب فإحنا دا بنتكلم عن نسبة 4% وفيات، والناس بتستخدم كلمة فقط، الـ 4% هي حتتحول لـ 40 مليون إنسان إذا ما حدينا منه. لما بنتكلم عن 15% بتطلبوا تانيين في المستشفيات، معناه إحنا بنتكلم عن 150 مليون إدخال إلى المستشفى، هذا حيستهلك الطاقة الاستيعابية للمستشفيات. مثل ما شفنا الاقتصاد كمان يعني في انهيار بالضبط. فبعض الدول اللي ما استطاعت أنها تحصر المرض الآن لم تجد، يعني ما عاد عندها أسرة تعالج الأمراض العادية، بيجي إنسان مثلا بجلطة قلبية ما بيلاقي مكان ينام فيه، فإحنا مش حابين نوصل لهذه المرحلة. ومن هاي المرحلة بننتقل على ضرورة اتباع إجراءات هيئات الصحة والإرشادات المحلية، مثلا بالإمارات أو بالسعودية. بينقلنا هذا الشيء للمحور الأخير واللي هو التباعد الاجتماعي. شو هو التباعد الاجتماعي إذا فينا نفسر للمشاهدين أكثر شوي؟ نعم، التباعد الاجتماعي هو أنه إحنا نحاول نحول المجتمع إلى حلقات صغيرة مغلقة اللي هلأ نحن عم نحاول نطبقه في الإمارات. نعم. وفي السعودية أيضا. نعم. حتى الآن دولنا الحمد لله بتحاول تعمله على شكل توصية، على شكل طلبات، في بعض الدول طبقته بالقوة تقريبا وبحكم القانون، لكن احنا حاليا بدنا الناس من منطلق الوعي تطبقه لحالها. نحن نقسم المجتمع إلى small circles، دوائر ضيقة. اللي هيحصل خلال الدوائر الضيقة هذه أن الفيروس ما حينتشر إن وجد إلا بين أعضاء العائلة هاي، معظمهم إن شاء الله حيخفوا، واللي حيمرض بينتقل من هاي الدائرة إلى المستشفى مباشرة، بيكون بدون ما يأدي 400-500 إنسان آخر. يعني وبالتالي بنسيطر على المدارس، وقفت المدارس، في بعض الأعمال وقفت، نشتغل من البيت. المفروض أنه نقعد بالبيت مش أنه نطلع وناخد هاي الفرصة لحتى نطلع للترفيه. يعني حكوماتنا في المنطقة عم تتدرج في الإجراءات وبتعتمد كتير على وعي الناس. إحنا كتير بنراهن على وعي الناس في منطقتنا أنه يتلقوا الرسالة أنه في شيء غير اعتيادي بمر فيه إحنا والبشرية جمعاء، وبدنا تعاون مطلق من المجتمع بالحصر الاجتماعي في دوائر ضيقة من منطلق الوعي وليس من منطلق القانون في الوقت الحالي. شكرا لك دكتور. طبعا